خلعوا ملابسهم من أجل تشكيل الحكومة. في فلاندر قبل شهر من الآن احتفل 249 بلجيكيا بمرور 249 يوما على الفراغ الحكومي في بلدهم الذي حطم بذلك الرقم القياسي العالمي، ومذ ذاك لم يتغير شيء. المفاوضات بين الفلامنكيين والفرانكوفونيين متعثرة، والمواطنون يستمرون في ابتكار المبادرات رفضا للجمود الحاصل. أنتم تدورون منذ شهور كالكعكة، برنامجكم دائري وفارغ من الداخل، وهو غير مجد وغير مقبول. تمسكا بوحدة بلجيكا أنجز هذان الصديقان هذا الفيديو كليب في محاولة لمواصلة الضغط على المسؤولين السياسيين. وكأن هناك عالمين مختلفين، الناس يستمرون في حياتهم اليومية والسياسيون يلعبون في ملعب آخر، ومتى سيتوقفون عن اللعب ليعودوا إلى مستوى الشعب؟ إضراب عن الجنس، ثورة البطاطس المقلية وغيرها من الأفكار الغريبة. البلجيكيون من طرفي الحدود اللغوية اختاروا المرح تفادياً لانهيار بلدهم. ذلك يعكس امتعاضاً من الوضع وفي الوقت ذاته تعلقاً ببلجيكا. في هذا الفيديو كليب لا نرى إلا الأسود والأصفر والأحمر، أي ألوان بلجيكا الوطنية، والبطاطا المقلية التي هي بالنسبة للبعض رمز البلاد. منذ الانتخابات التشريعية في يونيو الماضي يطالب الفلامنكيون باستقلال ذاتي في مناطق ترفض الناطقين باللغة الفرنسية، فوضى سياسية يعبر عنها يوميا بيير كرول بالرسم الكاريكاتوري في صحيفة المساء، ولكن يخشى كثيرون أن يحل اليأس والاستسلام مكان الفكاهة. إن لم نعد نعرف كيف نضحك، ستلقى بلجيكا نفس مصير البلاد التي خلت من الفرح، أي تلك التي تعاني من العنف أو الانفصال، وهذه ليست سعادة كبرى. بلجيكا حتى الساعة موحدة، والملك اختار الوسيط السابع في محاولة لإيجاد حل بين الفلامنكيين والفرانكوفونيين، فيما الشعب يستمر في الضحك.